كرة اللعب 10 دقائق وتسديدة حلوة. جول الله. ادميلسون كرة حلوة الحقيقة تخرج من ريل اللاعب الشاب نواف التميات العظيم ويلعبها على طول يلمسها ادميلسون. ادميلسون سجل هدف في الدقيقة. هنا الحقيقة هذا ريكاردو الحقيقة والكات وبالتالي يسجل ادميلسون الحقيقة هدف. شوف الهلال وصل فقط الهلال مرة واحدة داخل منطقة 18 وتلعب. شوف نواف بيهيئها وبيلعبها ادميلسون على طول بيضع رجل اليسار فيها تدخل الهدف في مرمى ابو منديل. كرة الحقيقة هدف لادميلسون. متابعة جميلة والكرة ملعوبة وهدف يباغت فيها فريق الهلال السعودي الفريق تشونغ بونغ اي هيونداي الكوري بهدف جميل بالفعل في الدقيقة 11. اللاعب ادميلسون قوي يا شباب تحتاج لفات قوي وليس فاولات تحتاج لفات قوي. كرة لعبت على طول كرة الامام ملعوبة وحطها. شوف ايضا ملعوبة وتوصل لي على طول حسين العلي. برافو يا حسين العلي عملت ما عليك يا التمياط والهدفان من الرجل الذهبي التمياط على راس حسين العلي. وحسين العلي كفر عن كل شيء وقالكم ضيع ضربة الجزاء واتيت بهدف ذهبي يعطي الحق للهلال الفوز بكأس